اليوم اللي احنا معناها داخلين ما احنا مش اخباري ما جات قدامنا حكايه الفنان البنات بعد زوم زاد الشرطه نوع من ولات فما تعنيف قوي كبير ياسر من طرف عباد ما نعرفهمش ما عملوا ولا يضربوا في البنات ولا شنو دخلوهم حاسين البيت اللي برا محمد ضربوا اللي سكر وقت اللي سكروا البيت داروا برشا عباد منهم محامين اللي ضربوني ولا يضربوا في صحفيين انا جيت في الوسط ما هو مش في وسط العباد كلهم كان في وسط انا وزميل ولينا قلت لهم ما تضربوش الصحفيين الضرب لي تضرب الصحفيين ولا واحد هذه السفير غير هذا المحامي اللي دازنا وانت شكون قلت له انا محامي كيف كيفك وما تضرب الصحفيين وما عندك حتى صفه باش تضرب صحفيين اون بليس سيتي دي معناها صحفيين اترونجي وتوانسه شفت يضرب لي معناها بريف من الضرب الضرب تلموا برشا كي شافوا معناها العباد اللي هو يدز فيها هكا وكذا تلموا برشا عباد اخرين من المحامي اخر زاد حرك الاول بالكل نحال نحال البنات اللي مغرور نتاعها كي وليو يدزوا فيا وصلوني بحث الباب ويهضروا فيا وسب فيا يقول يا كافر يا كافر العباد كله اللي تسمع يا كافر يا كافر فما عباد برشا عباد تحز بيان سور برشا عباد ما خليتش عباد ولا راني ممكن مانيش لهنا تو فما سكة كيكا ورايا معناها دزني هو ما دزاش في القاعة فكان جاية في القاعة هذيك وليت نحس كيف في الساقين تضرب والبونية وسكو تي فو ويا كيف نسمع كيف يا كيف يا كلب يا كيف يا كلب كله محامين يضربوا وبرشا محامين يضربون من مزوز عقلت أنا وعندي سنين احتفظ بهم كل مومون مشيت كي بين مشيت لسبيتار سان نيكول عندي ساكي ما نجمش نمشي عليها جملة معناها جو دوا فوار ماهيش مكسرة أما فما ليبتور دي ليغامون خاطر كانت عندي ليبتور قديمة برات عند جي سي موان توا رجعت لي ما كنتيها هذيك دونك غدا باش نقوم ان شاء الله بالاجراءات اللازمه باش امام وكيل الجمهوريه وامام القضاء وامام الدنيا كلها. انت قبيله قلت فما من واحد من اللي كان ينحي في اللي بوندرول اللي عنده لحيه هكا كبيره هذاك محامي محامي عندي اسامي يضرب لي تربه صار تتقاوم اي خاطر اون لا غوم اركي الكل هذا يتشاغل سي لو بروميي هو اللي احنا معناها برشا عباد يقولوا ما تضربوش مش كان نعرفوا برشا عباد انا منهم معناها جيتي بخي اون بارتي ما من الابارتي من العباد اللي ظلم ولاو يدزوا ولاو يضربوا فما برشا عباد مش فاهم شيء دونك جيت تسمع يا كافر يا كذا وليت حرب كبيره خفت انا طايح في القاع خويا وضرب معناها دو بارتو جيت الحمد لله انا معناها غطيت على وجهي وكذا فهمت وغزبون زاد واحد ولد حليل جاب لي الكرتابه نتاعي معناها جاب لي وقلت له راني محامي سي سا كي وبرا مانيش محامي برا مواطن عادي اش بيني كي نجي ندافع على شكون ناكل تريحه هكاكا اغلب الناس اللي ضربوك محامين اغلب الناس من المحامين فما مواطنين نورمال فما برشا مواطنين اما اللي بداوا اللي ظاهرين في البروميير ليني هما المحامين زوز محامين هما اللي تبعوهم العباد الكل وزميلي جاي يدافع عليا كيف كيف معناها يظهر انا لابشي معناها خويا لابشي هناك كيفاش مقطع دم زميلي زي مش دمي انا هذه هذا كيف معناها انت طاح عليا كيف معناها جاي دافع عليا زاد كلابا فهمت شنو لاباس كون فوا كنت تحكي لنا شنو التتبعات اللي تخمم فيهم معناتها اش كاين قدام التتبعات جزائر ونيفو زاد من الهيئه تاعنا كيف كيف شنو التتبعات تدريبيه مانيش باش نوقفوا لهنا باش نعملوا التتبعات اللي نجموا نعملوها الكل. وضيحه خاطر اللي صار اليوم وضيحه كبيره ياسر وزملائي كلهم مسنديني كلموني برشا زملاء كلهم مسنديني وباش باش نتجند معناها محامين اللي نعرفهم الكل باش نتجندوا معنا في الحكايه هذيا با كو بوغ موا معناها ماهيش حكايه تخصني انا برك راهي تخص ذي تخص حريات تخص برشا حوايج. سورتو حريه الصحافه. وسورتو معناها باش نوريك المستوى معناها اللي وصلنا به اليوم هذايا محامي يضرب في محامي سي تخي غاف. وفي بالو بيا راهو نعوضها في بالو بيا وقالوا انا جيت نهز فيه نقول لهم راهو زميل كيفكم كيف قالوا لي لا قلت هذاك كافر باش ودي زاد قالوا لي باش نشكيو بكم وباش نهزكم لوكيل الجمهوريه انتم مزوز باش نشكيو بكم على خاطر سوا ديزون قاعدين نحميو على الصحفيين وخاطر في بالهم اللي نحن نحميو على جروب فنان لا قالوا كفاتي وين كفاتي الصحفيين